سعادتي تحلو حياتي دائما بقراءتي وتلاوتي قرآن ربي غايتي وفيه سر سعادتي تحلو حياتي دائما بقراءتي وتلاوتي لاحت ففاح عبيرها تشتو بزهو راجزه أنا حرة دولية وللجهود معززة لاحت ففاح عبيرها تشدو بزهو راجزة أنا حرة دولية وللجهود معززة ربي غايتي وفيه سر سعادتي تحلو حياتي دائما طوبى لمثلك حافظ القرآن الكرام وصحبتي في كل عام ناجزة أسعى لنهضة أمة كي لا تكون عاجزة أدعو الكرام وصحبتي في كل عام ناجزة قرآن غايتي وفي سر سعادتي تحلو حياتي دائما بقراءتي فالقارئون لآيه المتشابهات المعجزة والسامعون تذكر فالقارئون لآيه المتشابهات المعجزة والسامعون تدبرا وخشوعهم قد عززا حياكم الله كل مستمعينا ومشاهدينا الكرام يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج حفاظ من بلدي وكما عودناكم كل يمعة يكون عندنا طبعا حفاظ الصقار واليوم راح يكون عندنا كوكبة جميلة من حفاظنا الصقار ضيوف لنا في هذا البرنامج واليوم 29 من شهر رمضان والحلقة القبل الأخيرة إن شاء الله لبرنامج حفاظ بلدي احنا ناطرين طبعا ينضمون لنا ونشوف من أول واحد من الشباب طبعا ضيوفنا راح يكونون معنا نحن نضم معنا طبعا عبد المحسن خالد الحبشي الحافظ عبد المحسن خالد الحبشي والحافظ مبارك عبد الله المطوع والحافظ علي فوزي المانع والحافظ محمد عبد المعبود أنا بانتظارهم طبعا ينضمون لنا أتمنى الأخوان في التنسيق يتابعون الموضوع وعشان ينضمون لنا الشباب في حلقتنا اليوم ونذكر طبعا بعد البث إن شاء الله بعد بثنا هذا راح يكون البث الساعة 11 للساعة 12 راح يكون بثنا لمسابقة املأ بيتك نورا والفائزين في هذه المسابقة راح يكون نعلن نتائجهم في البث المباشر أنا بانتظار أعتقد عبد المحسن الحبشي أو عبد الله أو مبارك عبد الله المطوع أنا بانتظاركم أنا قاعد أدورهم الشباب الله يحفظهم ولا واحد مسوي لي ريكويست إلى الآن طبعا احنا اللي عنده اي سؤال عنده اي شيء طبعا يقدر يدش علينا عن طريق العلامه استفهام يسال سؤال لكل حفاظنا الصغار واحنا ان شاء الله راح نجاوب عليها وياهم انا يمكن احتمال اخذ محمد عبد المعبود في البدايه اذا ما انضم لي عبد المحسن الحبشي انا بانتظارك عبد المحسن الحبشي فاحتمال راح اخذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا محمد. الله يحييك. حياك الله. وياك الله يحييك حبيبي. الحمد لله. إن شاء الله. الحمد لله. احنا تشرفنا فيك ان تكون ويانا اليوم ضيف في برنامج حفاظ من بلدي. ونبي نعرف تجربتك. الله يحفظك الله يسلمك. ونبي نعرف تجربتك طبعا في حفظ كتاب الله الكريم والبدايات والنشأة
متى بدأت محمد في حفظ كتاب الله ومن شجعك؟ طبعا بدأت حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى لما كنت صغير تقريبا 6 سنوات، بدأت أحفظ صور قصيرة طبعا، وطبعا والدي اللي شجعوني على ذلك ومعلمي طبعا اللي بالمدارس والشيوخ. كنت دائما أروح المسجد، فكنت أحيانا اللي أسمع للوالد، في ناس مثلا تقول أحيانا أسمع صوتك محمد ليش ما تحفظ، محمد ليش ما تحفظ، فمن هني قلت خلينا نحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، والحمد لله ماشيين، وإن شاء الله باقي كم جزء ونختم القرآن بإذن الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. زين، كان عمرك كم محمد لما كانوا يشجعونك الأهل؟ 7 سنوات 6 سنوات. 7 سنوات. شنو كانت البداية في حفظك لكتاب الله؟ شلون كانت الطريقة؟ أهلك كانوا يعلمونك إياها أو الشيخ؟ إيه، كنا طبعا أول شيء كنت ما أعرف حروف العربية، ما أعرف كيف أطلعها، فالوالدة كانت تعلمني الحروف والكلمات. احنا بنقول شغله حق الناس، ايش رايك قبل ندش؟ طبعا يلا. محمد عبد المعبود، طبعا محمد الشيخ ابوه طبعا مؤذن عندنا في الكويت، عبد المعبود، وهو من الجنسيه الاندونيسيه ومن مواليد الكويت. صح؟ صح. معلوماتي صحيحه ولا لا؟ اي صح. فانت كويتي الحين، يعني حتى ما شاء الله عليك كلامك كويتي. اي الحمد لله. الحمد لله. فلما يقول اتعلم اللغه العربيه فهذه موضوع انه عشان يحفظ القران. اسلم، تفضل. اي، فكنا طبعا قبل ما اقرا القران كنت اقرا الكلمات، كنت ما اعرف الف با تاء، هذا بدايه كل واحد طبعا. نعم. وبعدها طبعا صرت احفظ مع الوالد، تقريبا حفظت جزئين 3 اجزاء، وبعدها دخلت الحلقات وبدات احفظ على ايادي الشيوخ الله يحفظ. هذه كانت بداية. زين، شنو كان طريقتك في الحفظ؟ شلون كانت الطريقة لما علموك المشايخ؟ شنو كانت الطريقة السهلة البسيطة في عمرك وانت صغير والحين استمريت عليها؟ والله اختلفت الطرق. لما كنت احفظ من زمان كنت احفظ عادي، يعني احفظ وجه وبعدين ثاني يوم نفس الوجه واحفظ ذاك اليوم، بس الحين تغيرت طريقتي، وصراحة طريقة جدا جميلة وانصح فيها الكل. مثلا انك اليوم حفظت سوره، مثلا حفظت وجه من سوره مريم، ثاني يوم ترجع من اول حفظك الى وصلته. يعني انا كنت عندي الشيخ، اتذكر كنت حلقه بالجاليات، كنت يعني على مقرر مسجد الكبير، كنا نحفظ على مقرر مسجد الكبير، فكنا نحفظ مثلا خلصت مثلا سوره الاسراء وهذا الحفظ الجديد، وثاني شيء نحفظ بسورة مريم كهف، فحنا كل يوم نرجع من أول شيء خذناه إلى الآن، هذا كل يوم، وهذا طريقة جدا جميلة. وطبعا يختلف طريقة الحفظ، لو كان واحد يحفظ على حسب قدرته، في بعض الناس ما يقدرون يحفظون وجه، في ناس يقدرون يحفظون وجهين 3، وفي ناس يقدرون يحفظون 40 وجه في اليوم، والحمد لله انا مستمر. انت شو تشجع محمد، يحفظون 40 وجه باليوم ولا ان هذا لا شيء صعب شوي عليهم؟ يعني على حسب قدره الواحد، مثل انا اقدر اني احفظ ربع حزب اليوم او اكثر، لكن بدايه افضل تحفظ نص وجه او وجه كامل. والطريقه بعدين المراجعه، شلون تصير المراجعه؟ المراجعه نفس الشيء، مثلا انت اليوم اخذت صفحه جديده، تاخذ اول شيء اخذته الى الان تراجع كل يوم. نعم. اي تراجع كله. كله اي. اي نعم. انزل، وباليوم تحفظ كم صفحه؟ صفحه صفحتين؟ لا انا احفظ وجهين ونص، يعني ربع. ربع. تمام. انزين محمد، الاوقات اللي انت تحس انها اوقات ممتازه لحفظ، اوقات زينه دائما تقعد وتحفظ فيها القران، ايش الاوقات؟ والله هي بعد الفجر او بعد العصر. يعني بعد الفجر، يعني توك مصحصح، توك صليت الفجر ونشيط تكون احيانا، بس انا انصح بعد الفجر انه شو اسمه يكون المراجعه بعد الفجر. بعد الفجر ويقدر مثلا والحفظ خله بعد العصر، لان سبحان اكثر الحلقات حتى الان في الكويت ما شاء الله بعد العصر تحفيظهم. زين، العصر وقت آخر. والدراسه شلون على الدراسه اذا انت كنت ايام المدرسه؟ اي اذا كنت ايام المدرسه عادي، يعني بعد الفجر احيانا اراجع، وبعد تروح المدرسه طبعا احنا نخلص دوامنا 12 ونص، احنا معهد ديني. فعلى طول ترجع البيت، وبعد العصر تبدا حفظك الى المغرب، هذا الوقت اللي احفظ فيه. يعني هذه الفتره اللي دائما تحفظ فيها. اي زين، وتحس انه يعني يضيع عليك الوقت؟ في شباب يقول يضيع عليك. لا لا ما
هو على حسب، لازم الواحد ينظم وقته. يعني إذا واحد ما نظم وقته يخترب كل شيء. فكل ففوض واحد يعني أتذكر بعض الناس يقولون يعني لازم على الأقل في اليوم تخلي وقتك للقرآن 3 ساعات إنك تحفظها، يعني تحافظ على تراجع تقرأ قرآن تسوي اللي يبيه بس لخدمة الله سبحانه وتعالى. بس 3 ساعات تحتاجها من يومك، ما يحتاج أكثر من كذي. كم جزء محمد الحين حافظ الله يبارك لك؟ الحمد لله تقريبا 27. 27 جزء ما شاء الله. اي باقي جزء. بعمر كم انت الحين محمد؟ انا 16. 16 سنه. ايش كثر يعني المده من يعني نقول من 7 سنوات الى 16 سنه وانت قاعد تحفظ؟ يعني قاعد احفظ وراجع في الوقت نفسه، لان صراحه المراجعه اهم شيء والله. يعني اقول لك مثلا مثال على ذلك، لو مثلا خليت عندك غنم، الغنم هذا اتفلت من مثلا الحبل، اليوم الاول يبتعد شوي واليوم الثاني يبتعد شوي واليوم الثالث يبتعد اكثر فاكثر. فالمراجعه نفس الشيء، اذا تركته باليوم وما راجعته يتفلت المراجعه والحفظ. فلازم كل يوم مثلا، او مثلا اذا حفظت صوره كل يومين تراجع او 3 ايام اذا كنت حافظها متقن يعني. نعم. واحكام التجويد متى تعلمتها؟ احكام التجويد صراحه انا ما تعلمت تعليم، ولكن كنت اسمع الشيوخ واقلدهم واعرف مثلا هذا بدايه في حرف مد وفي هذا. والحمد لله اذا الحين دشيت الحلقات وبديت يعني اتعرف اكثر على التجويد، والحمد لله اعرف التجويد الحمد لله. الحمد لله. زين، من كان المشايخ اللي تسمع لهم دائما؟ والله في مشايخ جداد وفي مشايخ قدام، مثل مشايخ قدام الشيخ الحصري المنشاوي والشيخ الكبار هذول، وحاليا الشيخ مشاغل العفاسي واحمد النفيس وفهد الكندري وعبد الرحمن العوسي وبعض الناس يعني. بس انا اللي اعرفه عندي معلومات، ولكن ابي تلاوه بعدين نقول المعلومات حق الناس اللي شفتك فيها الله يحفظك ان شاء الله. ايش رايك انا اخذ تلاوه خفيفه من الايات انت تحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك في صوتك، الله يجزاك خير يا محمد. من المشايخ اللي كنت تسمع لهم تقرأ عليهم؟ اللي سامع بالحلقات طبعا، حلقات المساجد كنت اسمع للشيخ حسن. حلقات وزارة الاوقاف ولا حلقات مراكز؟ حلقات وزارة الاوقاف وبعضها مراكز. وكانوا ايش يقولون على التلاوة لما يعني وانت تقرا؟ والله قالوا يا محمد دائما يقولون محمد لازم تقلد مثلا، وين صوتك الحلو؟ يعني احيانا انا اقرا اسمع قراءة عادية يقولون محمد وين الصوت الحلو وين؟ الله يحفظك، صوتك ما شاء الله جميل 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 الله يبارك. محمد انا اللي اعرفه الله يحفظك، الان انت شغال في منصة اللي شجعني انه يعني تكون ويانا نظيف، لان انت في حسابك شغال ما شاء الله يبارك الرحمن في موضوع القران،
ودائما تتواصل مع الشباب من برا الكويت من دول مختلفة وتدرسون القرآن عن طريق البث اللايف. عطنا شنو سالفة الفكرة هذه؟ والله الفكرة هذه أحاول أني أتعرف على ناس أكثر، وأني مثلا أتعرف على ناس من حفاظ كتاب الله، والحمد لله سويت بعضهم مقابلات معاي، أحد ناس من بريطانيا وناس من أندونيسيا وناس من روسيا وتركيا والسعودية، طبعا بعض البلاد تعرفت عليهم وقدرت أني أطلع معهم لايف، وفي ناس طلبوني وإن شاء الله أطلع وياهم. الفكرة أن مثلا أني أتعرف عليه أكثر، أشوف بعض الناس، يعني تعرفت على واحد تركي بس أصله روسي ما شاء الله عليه، يعني أول ما تعرفت عليه طلعت وياي لايف، عرفت أنه عنده مؤسسة لحفظ الكتاب، لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وتعليم الدين الإسلامي، يعني صغير نفس عمري، نفس العمري الحمد لله، فهو يعلم الناس القرآن، ودخل على إيدها أحد المسلمات الحمد لله صارت مسلمة الآن، وهذا من فضل في ناس يعني من بريطانيا، يعني أعرف عنهم حياتهم وأعرف كيف حفظوا القرآن، نستفيد منهم وحنا نستفيد، يعني كأننا نفيد الناس الآخرين، فما شاء الله عليه استغاث من طريقة حفظه وكان الناس كثار والحمد لله يعني. وهذا الفكرة. محمد أنت أميت في المصلين؟ أميت إيه نعم الحمد لله أميت في الكويت. إيه أي ما شاء الله تبارك. وأنت يعني من ال يعني من الحفاظ اللي يسمعون سريع ولا بطيء او يحفظون سريع؟ والله انا احفظ سريع بس لما اسمع سريع ايضا. انا تسميع سريع لان مثلا سريع مو سريع ولكن طريقه الحذر مو البطيء بطيء احيانا تحس الشيخ يقول لك تعب منك او شيء بس ما يتعب ولكن افضل تقرا بسرعه. شلون قيمت ان الشيخ تعب منك؟ والله ما على شكلك طالعني. الله يبارك لك ويجزاك الله خير، وانت ضيفنا اليوم وجزاك الله خير على يعني خبرتك في هذه التجربه، وان انت ما شاء الله عليك قاعد تشتغل في القران حتى على المنصات. الله يبارك لك ويحفظك ويطرح فيك البركه، وان شاء الله نلتقي وياك في ان شاء الله برامج ثانيه للقران الكريم. وكلمه محمد تنصح فيها كل من على عمرك الان خاصه اللي تقربهم من كتاب الله. أنا أنصح الكل جميعاً أن يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى يجب أن تضعه دستور في حياتك. يعني أي شيء تسأل واحد هذا شنو حلال أو حرام، هذا شنو حكمة، تلقاه كله بكتاب الله سبحانه وتعالى والسنة. فالقرآن الكريم هو نور لحياتك وهو اللي يضيء دربك، يعني إذا ابتعدت عن القرآن وابتعدت عن هذا تلقى حياتك كلها تعب وهموم. فالقرآن يقربك من رب العالمين، وطبعا أهل القرآن هم أهل الله وخاصته طبعا. ويعني لو واحد يحفظ يتذكر أن الحرف واحد بعشر حسنات حسنة الله يضاعفه لمن يشاء، فهذا الشيء اللي يحفزه. وفي ناس الحمد لله يعني ذاك المرة كنت بالبث قال محمد أبي أحفظ القرآن، أبي طريقة، أبي شيء، فالحمد لله علمته وقال إن شاء الله بإذن الله تحفظ تكون من حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى. ولي الشرف أني أعطيت أحد يعني أني أعطيته الفائدة أنه يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير، جزاك الله خير. الله يبارك لك ويجزاك الله خير ومشكور يا محمد، وإحنا سعداء أمانة كنت تضيف ويانا، ونلتقي ان شاء الله في يعني فقرات ثانيه وبرامج تخص برنامج حفاظ من بلدي. وكل الشكر لك، وناخذ طبعا نعطي فرصه حق حفاظ اخرين ان شاء الله ينضمون لنا. شكرا. السلام عليكم. ما شاء الله، الله يبارك بجهده، الله يحفظه محمد، يعني جزاه الله خير، يعني تجربه جميله، وبنشوف طبعا تجربه اخرى من صغار الحفاظ. أنا ناطر عبد المحسن أتمنى أن يعيد مرة ثانية أن يضيفنا، يعني عبد المحسن عنده مشكلة في الإضافة وموجود الحين. مبارك عبد الله المطوع، ليت أخوان بالتنسيق يشوفون أخونا ولدنا عبد المحسن المشكلة اللي عنده، يعيد مرة ثانية عمل الريكوست. ما قاعد يبين عندي، مجرد علي المانع مبين، ومبين عندي مبارك. السلام عليكم. عدل. السلام.
على ما ترتب نفسك، احنا ناطرينك. نعم احنا ناطرينك، رتب الكاميرا، ارفعها شوية عشان يبين وجهك. يلا يلا على راحتك، بس مع راحتك مو تطول وايد. زين. يا حي الله. ايه شوية بس، سنة شوية بس عشان نشوفه، سنة فوق شوية. ايوة يا سلام. يا حي الله شيخنا الصغير مبارك عبد الله المطوع، شلونك؟ زين. شو اخبارك؟ زين؟ انا سعيد امان ان انت ويانا اليوم في برنامج حفاظ من بلدي. الكاميرا كنا شويه بعد ارفعها، اللي قاعد يعدل لك الكاميرا يرفعها شويه عشان تبين اكثر، ما يخالف عشان يبين مبارك. ايوه ارفع شويه فوق، بس فوق نبي مبارك شويه فوق. ايوه كذي تمام، اثبت انت ارجع شويه مبارك. زين قاعد تسمعني؟ زين مبارك. ايه اسمعك زين. يا هلا يا مرحبا، حيا الله شيخنا، حيا الله الجميل مبارك. مبارك ما شاء الله، شفت الفيديو اللي حطيناه؟ ايه شفت الفيديو اللي حطيناه تو من شويه؟ ايه. زين طلبت لنا طلب حلو جميل وانت صغير، شنو قلت حق ابوك؟ ها؟ شو قلت حق ابوك وانت صغير؟ تروح الجنه؟ تبي تروح الجنه؟ يلا زين زين ان شاء الله تروح الجنه بحفظك الكتاب الله الكريم. متى بديت بحفظ الكتاب الله الكريم؟ متى بديت حفظ القران؟ أول ما دشيت ابتدائي. ومن اللي يشجعك قال لك احفظ القرآن؟ أهلي وربعي وساتذتي. تمام، وشلون بديت؟ يعني شنو كانت الطريقة اللي كانوا يحفظونك فيها الأهل ورب والأساتذة والمشايخ؟ بديت من الناس من أسهل. بالبداية قمت يعني بس أحفظ قرآن، يعني بس أحفظ يعني شوية كذي آيتين كذي. يوم كبرت شوية يعني قاعد احفظ نص صفحه، وبعد قاعد احفظ اشياء ثانيه، حديث واشعار كذي. ممتاز ممتاز. ومتى كان الوقت المناسب اللي كنت تحفظ فيه؟ متى كنت انت ايام المدرسه تذكر كان الوقت الزين اللي تحفظ فيه القران؟ ايه. متخصص اي وقت؟ بعد الغداء. بعد الغداء. ايه. وكنت كم تحفظ باليوم؟ كم صفحه؟ كم وجه؟ نص وجه. وتراجع كل القديم؟ لا مو كله، اراجع حذ كامل بس. ما سمعت؟ اراجع حذ. تراجع حذ، ممتاز. انزين من اللي يشجعك غير الوالد والوالده؟ عسى الله يحفظهم. ربعي وساتذتي. ربعك، وفي تنافس بينك وبين ربعك؟ يعني هم هم وياك في الحلقه؟ ايه. بعضهم. ممتاز ممتاز. انزين مبارك الان كم جزء انت حافظ الحين؟ 3.5. 3.5، الله يبارك. وتقدر تعطينا تلاوه؟ شنو سمعنا تلاوه من اللي حافظه؟ زين بس اي سوره؟ كيفك اللي تبي انت، اختار اللي حافظه. مع مصحف ولا بدون؟ كيفك، تبي مصحف اعطوه مصحف، محتاج مصحف ترى، هو يبي مصحف. يعني من قال مع مصحف بمصحف يبي مصحف. اذا بقرا طويله صارت طويله بعرفها. انا ما ابيك تعب نفسك طويله، لان وراها في شيء ثاني بعد، نبي الاذان، ناخذ شويه جزء من الاذان. انت ما شاء الله يبارك، ونسمع اشعار ونسمع شيء. نعم استعانه في صديق، يلا استعانه في الوالد، يلا. الله يبارك. أبدأ. نعم أبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين. ما شاء الله، الله يبارك، الله يبارك، يطرح فيك البركة ويجزاهم الله خير والدينك. وانت من النوع اللي تسمع سريع ولا بطيء شوي شوي؟ سريع ولا ها؟ نستوى يعني سمعت لك كذي. والحفظ شلون تحفظ، بسرعة ولا شوي شوي تحفظ؟ انا احفظ لما احفظ نص صفحة احفظ الآية الواحدة ارددها 5 مرات، بعدين بعدين 5 مرات وكذي لين ما اخلص بعدين اعيدها. ما شاء الله. وتسمع التسجيلات مشايخ؟ تسمع لتلاوات مشايخ معينين؟ مرات يعني لو أمي وأبوي كانوا مو موجودين فما أعرف أقرأ الكلمات، مرات في كلمات معقدة كذي ما أعرفها فشغل ساند كلاود أو يوتيوب. منو المشايخ اللي تسمع لهم؟ تذكر أسماء؟ بس أكثر واحد يحب مع إبراهيم الطيب. إي ما شاء الله. ومن اللي المشايخ اللي كنت تروح لهم تقرا عندهم، المشايخ اللي كانوا يعني يحفظونك؟ اقرا عندهم؟ ايه اللي كانوا يحفظونك المشايخ، ما كنت عندك شيخ يحفظك؟ ايه احمد النفيس. شيخ احمد النفيس، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وبعد منو غيره؟ يعني تبي ناس مشهورين ولا عادي يعني؟ كيفك؟ انت اللي تروح لهم منو؟ محمد، والله ما ادري شو اسمه بس اتذكر الشيخ والشيخ عبد الله بعد تروح له الانصاري؟ اخوي يروح، اخوك يروح له. زين تمام. نسمع الاذان، سمعنا اذان او شويه بس. يلا الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله يبارك، ما شاء الله تبارك الرحمن، هالصوت الجميل الله يطرح فيك البركة. ومن اللي يساعدك يخلي صوتك كذي جميل؟ شلون صار صوتك كذي حلو جميل؟ اللي الحين اللي بعمرك يبي يحفظ قرآن يبي يخلي صوته مثل صوت مبارك، شلون؟ ايش كنت تسوي؟ تعرف أحكام التجويد؟ نصهم ممكن. أمي كانت تساعدني يوم كنت صغير، كنت دائما قبل ما أنام تحط لي مسجل قرآن يا مدوني. الله يجزاها خير. وكنت يعني تتعلم من المسجل القارئ، كنت تتعلم منه طريقة التلاوة؟ في أحد من المشايخ قلدته جبت صوته؟ ما تذكر؟ بس أتوقع واحد بس يعني ما أتوقع بس نسيت صح؟ انزين احنا قبل لا نختم وياك نبي نتذكر شويه على موضوع فتره الصيف، كنت تروح رحلات المدينه لحفظ القران؟ ايه رحت، قول لنا التجربه، متى رحت وش كم الفتره اللي قعدت فيها هناك؟ في اسئله بعد خلينا نشوفك، ايه قول لنا. بدايه 2020 شهر 1 المدينه مع اخوي، لان اخوي كان عنده حلقه وراح مع راح المدينة مع المشايخ فاحنا رحنا معاه مرة واحدة.
ويوم كنت أحفظ دائما أخوي كان يمرني عشان يعني أروح، كان أمي كانت تروح قسم البنات فهو دائما يمرني عند الباب عشان أروح عند قسم الأولاد. ما شاء الله تبارك الرحمن. زين متى شنو حاط لك خطه مبارك تختم القران ان شاء الله؟ شو اللي ببالك؟ شلون رتبوا لك الاهل خطتك ان شاء الله المستقبليه لختم كتاب الله؟ يعني كم عمري يعني كم سنه تقريبا تتوقع؟ كم عمرك ان شاء الله؟ عسى الله يطول في عمرك. اتوقع بيكون عمري 12 لما اختم القران. ما شاء الله الله يبارك. الحين عمرك كم الحين انت؟ 9؟ ايه يعني خلال 3 سنوات باذن الله. ان شاء الله اذا الله اعطانا عمر ان شاء الله يعني احنا نحضر حفل ختمك للقران الكريم ونيو ونسلم عليك ونستانس. شو تقول حق الشباب اللي بعمرك الحين اللي وده يحفظ القران؟ شو تقول له؟ شو تنصحه؟ اذا كان حاط هدف في باله يعني لا يريح، كل يوم يراجع شويه ويحفظ شويه لا يريح، عشان اذا كان حاط هدف مثلا بختم كذي الشيء اللي انت حاطه امشي على جدوله لا توقف. ممتاز. وتذكر كانوا ماخذينك في تلفزيون الكويت كنا احد اللقطات بالفيديو عندنا، تغص لنا هالسالفه اللي خذوك تسجل عندهم شلون اختاروك؟ شافوا مقاطعي على اليوتيوب وعلى انستغرام كذي ولا يدقون على ابوي قالوا له نبي ولدك يجي عشان هذا عشان يقرا عندنا ونسجل على قناة الكويت. ما شاء الله يعني انت عندك مقاطع على اليوتيوب نزل مقاطع. اي بس مو قناتي يعني قناة ثانية. ما شاء الله يعني الله يحفظك ويبارك فيك، انت شيخ كبير يعني احنا نقتدي فيك الحين ونسمع لك لازم، فلازم تهديني بعد الحلقة تهديني سيدي. خلاص تسجل لي صوتك بعد الحلقة اخذ منك تسجيلات. ما ضيع مبارك. خلاص ان شاء الله بعد البث ان شاء الله اتفاهم وياك، انا اخذ منك مقاطع من تسجيلات تلاوتك للقران الكريم. عسى الله يبارك لك ويطرح فيك البركه ويجزاهم الله خير والدينك وكل من ساعدك على حفظ كتاب الله، واستمر يا مبارك وان شاء الله تختم كتاب الله. ومشكور وما قصرت انك كنت ويانا في طبعا برنامج حفاظ بلدي وسعدنا امانه يا مبارك. مشكور. الله يجزاك خير. مشكور. والله شيء يشرف وشيء يعني يمتع امانه لما نسمع صغار الحفاظ وتجاربهم وعندهم عزيمه لحفظ كتاب الله، هذا شيء كبير. احنا ناطرين طبعا الريكويست من بعض الشباب عشان يمدينا الوقت ونشوف تجاربهم. انا ماني عارف ليش عبد المحسن مراد يشبك ويانا. هذا عبد المحسن. راح نشوف مرة ثانية. راضي يعطيني الريكويست في طبعا الاخوان في ام عبد المحسن اعاده مره ثانيه ناخذ علي المانع. انا قاعد احاول اني اخذ الريكويست وياه مراضي يقبل. عبد المحسن خالد الحبشي اتمنى يعيدون مره ثانيه مراضي يقبل. اخوان في التنسيق يا ليت ترتبون معاهم. اسمعني علي الشاشة طالعة عندك؟ لا مو طالعة عندي الشاشة، خليني أعيد مرة ثانية. حتى أنا ما أدري ليش. مرة ثانية نعيد. اليوم طبعا الإنترنت أنا ما أدري شنو مشكلة الإنترنت. الله يحفظهم بارك فيهم الشباب. التكنولوجيا مو كل يعرف لها خاصة الانستغرام بث اللايف.
بطلع من البث برد ادش، ما يشفي الكاميرا. الكاميرا يمكن عندك فيها مشكله، حاول حتى لو تغير التليفون. بطلع شوي وبدش. انا منتظر يدش ويانا ان شاء الله عبد المحسن خالد الحبشي يكون ويانا ان شاء الله. يشبك اعتقد ان المشكله في الانترنت عندكم، يكون ضعف الانترنت هذا يسبب لنا مشكله التواصل وياهم. اتمنى طبعا الاخوان في التنسيق طبعا اول اذا شافتنا طبعا بالمحسن تدشون مره ثانيه، تعيدون البث مره ثانيه، تطفون وتدشون من جديد على حساب الوزاره. خلينا نشوف طبعا علي اذا صار تمام. طبعا ما احنا قادرين ندش مع الحبشي ونشوف علي المانع ان شاء الله يشبك يا عدل. ان شاء الله يضبط الحين. علي ما ضبط وياك. ما ادري ايش فيها الكاميرا. اتوقع ان الكاميرا، انت ما شبكت بتليفونك بث لايف سابق؟ نفس التليفون؟ بلى. ايه. وطلع طلع وياك عادي ماكو، اشتغل وياك. نحاول مرة ثانية تليفون ثاني. بغير الواي فاي وادش، بغير الواي فاي وادش. يلا يلا بانتظارك. مالهم الشباب الله يعينهم، طبعا تصير هالمشاكل دائما في البث اللايف. وطبعا الكل قاعد يسالني، انا ناطر طبعا خالد، طبعا عبد المحسن خالد الحبشي رحمه الله على الدكتور خالد الحبشي ولده ينضم لنا ان شاء الله. وطبعا احنا بنذكر كل من قاعد يتابعنا الان يتكلم على موضوع المسابقه، راح يكون بعد بثنا هذا ان شاء الله. برنامج حفاظ بلدي راح يكون الساعه 11 و5 دقائق، راح نبث املا بيتك نورا من طبعا الفائزين في هذه المسابقه. المشكلة ما زالت إن شاء الله. علي تشبك ويانا، الوقت ضاع ما قدرنا ناخذ ونستفيد من تجارب الشباب. علي ما أعتقد إنك تقدر تطلع ويانا بث لايف صح؟ إنه بسبت الكاميرا. ما أدري إيش المشكلة يعني، أنت ليش ما عملت تجربة سابقة؟ يعني أنت تقول دشيت بث لايف سابق صح؟ اشتغل إيه. انزل زين، بغير بس بغير التليفون مره ثانيه. يلا انا بنتظر. الاخوان في التنسيق اتمنى يعني الترتيب مع عبد المحسن خالد الحبشي، لان ما قاعد اشوف اي ريكوست منه، وانا بحاول اكتب الاسم من جديد لان مراضي يقبل، مراضي يقبل، حتى عندي مراضي يقبل. في مشكلة يعني احنا دائما ترى نعمل وياهم تست قبل الهواء، وساعات تصير يعني المشكلة في البث اللايف. انا اتمنى طبعا الاخوان يدشون يطلعون من جديد في البث اللايف لحساب وزارة الاوقاف حتى يستطيعون يدشون ويانا في بث لايف. سليمان غيروا الحساب، غيروا الى حساب ثاني، خلاص خليه يدشون من جديد. اي غيروا الحساب، الحساب ثاني تو يعني عن طريق التليفون. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. زين زين زين، نعدل شويه، نرفع شويه، ننزلها شويه عشان تبين، انت تبين عدل. يا هلا يا هلا بالشيخ عبد المحسن، شلونك يبا؟ طيب؟ زين الحمد لله. الحمد لله. احنا طبعا ما نبي نطول على كل من يشاهدنا، وانت طولت على ما انضميت لنا على البث المباشر بسبب يمكن خلل في الحساب. كان في مشكله. انزين احنا بنتكلم عبد المحسن، عمرك كم الحين الله يحفظك؟ انا عمري 11 سنه. 11 سنه، الله يحفظك، الله يبارك فيك. وعبد المحسن متى بديت في حفظ كتاب الله ومن شجعك؟
أنا بديت في حفظ كتاب الله قبل في الروضة، وكنت أحفظها بالمدرسة، وتعلمت بالمدرسة بعض أحكام التجويد والش اسمه وبعض صار صور. بعدين رحت النت الطيبة وتعلمت اسمه وتعلمت قصار الصور كاملة وأحكام التجويد. بعدين الحين قبل سنتين تقريبا دشيت الحلقة، وأنا الحين حفظت 3 أجزاء حافظ 3 أجزاء الله يحفظك. إيه ممتاز. الحلقة في المسجد يم بيتك الحلقة تروح عند الشيخ؟ لا مو يم بيتك. الحلقة شوي بعيدة، أروح لها بالسيارة. تمام. ومنو كان المشايخ اللي يعني يحفظونك في الحلقة؟ كان الشيخ عبد الرحمن الأزهري، والحين الشيخ عبد الله الأنصاري. الشيخ عبد الله الأنصاري الله يبارك. ويعني تذكر الطريقة اللي كنت تحفظ فيها القرآن، شنو الطريقة السهلة وانت صغير يعلمونك إياها؟ ممكن تقول لنا إياها شلون؟ كنت أحفظ أول شيء أسمع من الشيخ 10 مرات، بعدين أكرر الآية 10 مرات، بعدين أسمعها 10 مرات، بعدين الآية اللي بعدها نفس الشيء، وبعدين أجمعهم مع بعض وأسمع بعض 10 مرات. سمع مع بعض 10 مرات. اي ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك لك ان شاء الله. انزين رحت في فترة الصيف يعني تشارك في اعتكافات او حلقات خارجية برا الكويت؟ كنا مرة قلت لي كذي. اي السنة هالسنة الواحد رحت مع الحلقة حق المدينة. شنو حسيت فرق بينها وبين الكويت؟ شنو الفرق؟ يعني المدينة فيها هدوء، تحس يعني مكان كامل بس عشان الحفظ. وش كان الطريقة يعطونك إياها المشايخ هناك؟ كان تفرق عن الكويت؟ لا نفس الطريقة. نفس الطريقة. والمدة إيش كثرها؟ المدة اللي قاعد فيها بالمدينة؟ المدة اللي أنت قاعد فيها مدينة أو المدة اللي كنت تحفظ فيها يعني باليوم؟ ما فهمت شنو يعني. يعني المدة اللي كنت فيها تحفظ باليوم إيش كثر يعطونك مدة تحفظ باليوم؟ يعني المشايخ هناك إيش كثر يعطونك باليوم؟ كان عندي كم ساعة؟ كنت والله كنا 4 والله ما أتذكر. كنا 4 ساعات يعني. يعني خلني نربطها على موضوع الصلوات. كنت تصلي الفجر، بعد صلاة الفجر كنت تقعد للشروق تحفظ؟ كنا نحفظ للشروق، بعدين نرجع الفندق نتريق، بعدين وتريح بالفندق تنام لك تحفظ بالفندق بعد؟ اي كنا نريح بعدين ها؟ تصلي الظهر، بعدين تصلي الظهر وتكمل للمغرب. اي حلو. ايش كثر المدة كانت هناك؟ ايش كثر قعدتوا في المدينة؟ قعدنا يمكن أسبوعين. حلو ممتاز ممتاز الله يبارك إن شاء الله. عبد المحسن من يعني المشايخ اللي تسمع لهم دائما تحب تسمع تلاوة شيخ معين تحط لك يعني تسجيلات إذا مع الوالدة بالسيارة مع الوالد رحمة الله عليه؟ أحب أسمع مشاري العفاسي. مشاري العفاسي. ودائما اذا تحس ان تبي تراجع يعني اذا ما كان عندك شيخ تحط الشيخ مشاري العفاسي وتسمع الايات وتراجع. زين، واذا كان عندك شيء صعب عليك وما قدرت تنطقه شو تسوي؟ خاصه في فتره البيت الحين في الحظر شو تسوي؟ تكلم الوالده؟ اما اكلم الوالده او اشوف شو اسمه او اروح اليوتيوب اطلع مشاري العفاسي. حلو. وهل عندكم حلقة بالزوم؟ أعتقد أن في عندكم حلقة عن طريق التواصل مع المشايخ. كان عندكم حلقة عن طريق البث وانتم قاعدين في البيت؟ عندنا حلقة في الزوم. ممتاز ممتاز. نسمع تلاوة؟ تختار لنا أي شيء تبي تسمعنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم
أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفقى أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله يبارك، الله يجزاك خير، يطرح فيك البركة. ويعني صراحة من المحسن أنا استمتعت وياك اليوم في يعني حلقتنا في برنامج حفاظ من بلدي، ونبي نسألك كم سؤال على ما ندش البث مع علي على ما يجهز الكاميرته. أنت تسمع سريع ولا شوي شوي بطيء؟ تحب دائما شو تحب؟ أو تحفظ سريع ولا بطيء؟ تسمع بطيء يقدر يعطيك بطيء لأن البطيء يعطيك أحكام تجويد أكثر وخارج حروف أفضل. تمام الله يبارك. انزين الان كل من قاعد يتابعنا واللي بعمرك الان الله يحفظك عمره 11 سنه صح، شو تقول للشباب خاصه في فتره الحظر؟ ايش تنصحهم خاصه انهم يحفظون كتاب الله الكريم؟ يعني الحين اللي يبي يحفظ كتاب الله هذه احسن فتره للحفظ، لان الحين فترة حظر فما تقدر تروح ولا تطلع، فيعني قاعد بالبيت فما عندك شيء تقدر تحفظ كتاب الله. نعم، وانت ترتب وقتك في هذه الفترة؟ يعني ترتب وقتك للعب، وقت للحفظ ترتب؟ ممتاز. وكذلك ايام المدرسة كان عندك اوقات معينة تحفظ فيها؟ وقت المدرسة يعني هو ما في وقت معين، بس انا افضل من المغرب للعشاء عشان اكون خالص واجباتي وكذي. ايه يعني الفتره هذه. الله يبارك فيك ويطرح فيك البركه، وتكون الولد البار والصالح اللي تبر ابوك رحمه الله عليه، اخونا وصديقنا الدكتور خالد الحبيشي رحمه الله عليه. ومشكور يا عبد المحسن انك كنت ضيف ويانا وقلت لنا هالتجربه الحلوه. الله يبارك لك ويبارك في والدتك، الله يجزاها خير على اجتهادها. ترى يعني مو شيء بسيط انك تطلع ويانا بث لايف وتسولف ويانا. جزاك الله خير وجزاهم الله خير كل مشايخكم امانه على يعني هالبذره الطيبه. جزاك الله خير يا عبد المحسن، اسمعني. جزاك الله خير، مع السلامه. عندنا مشكله هاي السلامه، مشكله الانترنت. وجزاه الله خير ام عبد المحسن ان ضيفنا الحلو الشيخ عبد المحسن، ان شاء الله نشوفه شيخ الله يبارك فيه. ناطرين علي المانع، يا رب يا علي ان تفتح الكاميرا عندك، ما قلنا 10 دقائق نستغلها وياك. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هلا بالشيخ. هلا فيك. ما شاء الله، انا صراحة كنت باخذك خلاص يعني تتكلم وياي بدون فيديو، قلت ما في الا كذي نختمها وياك، بس الحمد لله كذي احلى. إيه الله يبارك، تقبل طاعتك ان شاء الله. منك. الله يبارك. علي بصوره نعجل بالاجابات، وهذا عندنا 10 دقائق ونستفيد من يعني الله يحفظك ويبارك فيك. الان انت خاتم للقران، عسى الله يبارك لك. ويمكن حطينا يمكن بعض اللقطات بالفيديو في بدايه برنامجنا. حدثنا في البدايات دور الوالدين، شلون كان دور والدينك وشجعوك على حفظ كتاب الله، وكم كان عمرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا تقريبا بلشت حفظ من عمري 5 سنين، تقريبا 5-6 سنين.
بالبداية القراءة كانت صعبة علي، وحتى يعني تقريبا ولا أبلغ الناس شنو كان يسوون لك لها بخمس سنوات؟ يعني كنت أروح مركز تاج الوالدين، وكان في حلقات متخصصة حق يعني النشء الصغار اللي عمرهم 5 سنين 6 سنين، فقراءتي يعني ما كنت أعرف أقرأ زين، وأيضا كنت يعني تقريبا بالحلقة حم حفظي كان بطيء تقريبا، يعني كانوا ينجزون وأنا للحين قاعد على نفس المكان. بس مع الوقت يعني أنا يعني لأن يعني قراءتي كانت ضعيفة فيصعب علي الحفظ زين. بعدين الوالدين والديني الله يحفظهم شجعوني، والمشايخ والمشرفين اللي بالمراكز، فمع الوقت يعني تقريبا الشخص لما يطوف حاجز العشر أجزاء خلاص تسهل عليه القراءة والحفظ فيصير يحفظ أسرع. علي قبل عشر يعني عشر أجزاء نبي ما يخالف، أنا ممكن أقطعك شوي لأن الوقت، أبي أنت شلون علموك أن تصير حفظك سهل؟ أنت تقول كنت تعاني، نبي الناس تعرف، خاصة يمكن في ناس نفسك يعانون الحين أن حفظهم يصير بطيء، شنو الطريقة السهلة اللي ساعدوك فيها؟ إيه هو على حسب الحفظ، يعني في طريقة اسمها طريقة البناء، أحفظ آية بعدين أحفظ آية ثانية بعدين أدمجهم، تأخذ وقت بس بعدين راح يصير الوجه أو التسميع متقن أكثر وأسهل حق المراجعة. هذه طريقة البناء عشان يعني يكون حفظك أسهل وأحسن، ممكن يأخذ وقت بس هم بالنهاية راح يكون أسهل. نعم، وش كم يعني وجه باليوم تحفظ؟ أنا قبل كنت أحفظ تقريبا أقل من ربع وجه، كنت أحفظ سطرين ثلاثة سطر، بعدين مع الوقت بعدين وجه بعدين وجهين بعدين آخر شيء مع الحلقة كان التسميع إنه يعني سمع كثر ما تقدر، وأحيانا يكون في يعني تنظيم، يعني مرات الشيخ يقول لي سمع اللي تبيه، ومرات يقول لي سمع من هني لهني من هني لهني كذا. نعم، تذكر اللي كانوا يدعمونك يعني ويشجعونك؟ مشايخ الوالد والوالدة ومشايخ وأيضا المشرفين بالمراكز. مشرفين بالمراكز، انزين. متى يعني ختمت القرآن الله يحفظك، بعمر كم؟ ختمت وعمري 12 سنة. عمرك ما شاء الله الله يبارك، 12 سنة، والحين كم عمرك؟ الحين عمري 14 سنة. ما شاء الله عليك يبارك، هل يعني تراجع حفظك؟ اي يعني حتى الحين ماكو يعني ما نقدر نروح الحلقات، أنا عندي شيخين أسمع لهم بالواتساب بالتليفون، لأن المشايخ يعني ما شاء الله مجتهدين أي وقت، العصر المغرب حتى غير رمضان، مو بس رمضان الأيام العادية من أول ما بدينا الحظر كنت أسمع لهم عن طريق الواتساب. ووقت وتوزيع الوقت عندك أيام المدرسة كان عندك وقت زين إنك إيه يعني إذا بدرس مثلا أدرس عندي وقتين أدرس فيهم، إذا كنت بدرس يا وراء المدرسة يعني مثلا عقب الغداء عقب حزة العصر أو عقب الحلقة، الحلقة تكون من المغرب للعشاء. نعم، أميت علي إمامي. أنا كنت هالسنة كنت بصلي بمسجدنا بس الحظر، فأصلي التراويح والجيام مع خوالي وأهلي. ما شاء الله، وأنت اللي تصلي فيهم؟ إيه. الله يبارك الله يبارك، نسمع تلاوة؟ بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. أنا صراحة سعيد أن أنت يعني ويانا في برنامج حفاظ البلد، وشفنا هالوجه الطيب المبارك، صلى الله يطرح البركة في والدينك ويرفع قدرهم. ونبي طبعا نتكلم عن رحلاتك انت بسرعه، ترى ما في وقت. رحت انت المدينه، كان احد شو اسمه حفظك؟ اي رحت، اي رحت حفاظ المدينه 14 و15. ما شاء الله. وكان يعني افضل من الحفظ في الكويت، ولا كان يعني هذه طريقه وهذه طريقه؟ اي لان يعني هناك طبعا المشايخ يعني ما شاء الله عليهم، حتى بعضهم حافظين القران بقراءات مختلفه، فالحفظ هناك يكون أكثر. يعني بعشرين يوم تقريبا الغير خاتم يحفظ 4 أجزاء والخاتم يحفظ 8 أجزاء، ومع المراجعة يعني تخلص 8 أجزاء وانت خلاص يعني تقريبا صامهم. ما شاء الله تبارك الرحمن. نبي قبل نختم وياك، يعني كل الحين اللي قاعد يشوفونا واللي بعمرك الله يحفظهم، وش تقول لهم يا علي ان الشباب اللي ما حفظ كتاب الله، وقول لهم شو اللي غير في علي لما كنت محافظ وبعدين حفظت كتاب الله، شو اللي أمور وايد تغيرت فيك؟ أول شيء العمر اللي تقريبا من 5 سنين إلى حتى يعني 17 سنة قبل الله الشخص يتخرج من الثانوية، هذا يعتبر أفضل عمر للحفظ. أول شيء الذاكرة تكون أقوى، وثاني شيء يعني المدارس غير الجامعة والدوام، يكون بحفظ بوقت المدارس أسهل من الحفظ وقت الجامعة أو عقب ما تخرج من الجامعة. فيعني اللي بهالأعمار هذه فرصة ذهبية والمفروض ما حد يفوتها. وأيضا دائما المراجعة أفضل من، مو أفضل أقصد، أهم من التسميع الجديد. يعني حتى الحين يعني ما شاء الله المشايخ دائما محافظين على أن احنا نسمع المراجعة قبل لا نسمع التسميع الجديد. وعقب يعني عقب ما ختمت أكيد كل شيء يتغير. يعني حتى مثلا لو بتقرأ كتاب مثلا عقب ما تكون حافظ، يعني حتى لو مو القرآن كامل، جزء من القرآن، تكون القراءة دائما أسهل. يعني مثلا مادة اللغة العربية، هذه المواد بالمدرسة أيضا تكون عندك أسهل. نعم نعم، الله يجزاك خير. وإحنا طبعا الوقت يعني راح ينتهي الآن، وأذكر أنه ما شاء الله عليك أنت يعني القرآن، أنا أقصد في القرآن ما شاء الله تبارك الرحمن علمك على وايد أشياء، والآن أنت الآن قاعد تقدم برامج وشغلات في حسابك، الله يبارك لك. يعني هذا القرآن أعطاك الدافع أنك تقدم برامج معينة ودروس في حسابك، عسى الله يبارك لك يا علي، وجزاك الله خير أنك كنت ضيف ويانا في برنامج حفاظ البلدي، عسى الله يطرح فيهم البركة والدينك وجزاهم الله خير وكل من ساعدك على حفظ كتاب الله. ومشكور يا علي، ونلتقي معك ان شاء الله برا البث، ان شاء الله اشوفك بعد كورونا باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير، كل الله يعافيك. جزاك الله خير، كل الشكر لك يا علي. واحنا طبعا كل من يتابعنا الان راح يكون انتهاء حلقه اليوم من برنامج حفاظ البلدي، باكر الحلقه الاخيره لبرنامج حفاظ البلدي. اذا استمرينا راح نبلغكم، وباكر راح يكون معنا طبعا احد المشايخ الكرام. وبالنسبه لموضوع الجوائز والمسابقه ان شاء الله بعد قليل راح نسكر البث ونرجع من جديد، ندش في بث جديد، ويكون معنا طبعا الدكتور فهد الجنفاوي ابو خالد الوكيل المساعد اللي قطاع شؤون القران الكريم والدراسات الاسلاميه، راح هو اللي بيعلن عن كل الفائزين معنا في طبعا مسابقه املأ بيتك نور. التوفيق للجميع، وانتظرونا بعد 5 دقائق راح نطلع لكم على بث مباشر من جديد. إلى اللقاء.